المواطنين والمقيمين بدأت تتوافد أكثر من قبل. معي أبو محمد أخونا خالد أمين. أبو محمد الله يعطيك العافية، موجود أنت وعيالك، كلمنا عن الفعاليات اللي أنت حبيتها. والله احنا تونا داخلين وتونا قاعدين نطالع الفعاليات. طبعا هو احنا نحتفل اليوم بافتتاح الملعب، اليوم ملعب مونديالي بالنسبه لنا، هذا حدث كبير لكل القطريين ان شاء الله. ايش رايك بالتنظيم، بالمتطوعين الموجودين بالفعاليات؟ والله انا سمعت ان عدد المتطوعين ما شاء الله قرابه الألف، يعني شيء ممتاز صراحه، وهذه كانها بروبه مقدما حق موضوع كاس العالم. وتنظيم مستانسين الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك الله يعطيكم الصحه العافيه. انا سمعت ان ابوك عبد الله الانصاري ايه لاعب السد سابقا، بتصير حارس ولا لا؟ ايوه بصير حارس اكيد اكيد. بنشوف هذا وخالك يسمع. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو اسمك يا بطل؟ علي خالد. علي شلونك يا علي؟ عزيز. عزيز شلونك يا عزيز؟ الحمد لله. مستانس؟ يا سلام، انا حبيتك من اول ما شفت التيشيرت. يعطيك العافيه. بعوف هذا كل ما لدي، ان شاء الله على امل ان احنا ناخذ لقاء مره ثانية.